خدنا ميثود عشان اقدر اجيب بيها الجين صح؟ كان اسمها ايه؟ كان خدنا ميثود اسمها جي ام او اوت، والميثود دي سيمبلي بدل ما انت كنت تستخدم تو وان تيست عشان تقدر تعمل اي سي اناليسيس من الاول والاخر عشان تجيب الجين، قلنا ان احنا هنقسمهم ايه تو تيست. فاحنا خدنا حاجه سيمبل كده زي الكومن سورس وده او دي، واحنا قلنا ان احنا لو عايز اجيب الجين بتاع الاستاذ ده كنت هعمل ايه؟ الطريقه القديمه ان انا كنت ادخل عندي الفي انبوت كده عادي واحط السموث سيجنال موديل بتاع الترانزستور ده، وبعد كده ايه؟ اجيب الاوتبوت واحل سيركتس عادي خالص كي في ال وكي سي ال صح؟ وقلنا ده هيبقى بيت كومبليكيتد، فقلنا الافضل بقى ان انا استخدم الجي ام او اوت ميثود، وان انا هقسم الموضوع على مرتين. اوكي، بدل ما اقعد انا احل دايره واحده مره واحده بس الدايره دي تبقى طويله، لا انا استخدم الجي ام اوت ميثود. فاول حاجه هجيب الجي ام بان انا هجيب الشورت سيركت كارنت، هعمل حاجه اسمها شورت سيركت تيست، احط كده الدايره بتاعتي زي ما هي واحط هنا ادخل عندي الفي انبوت واحط بره شورت سيركت واشوف الاي شورت سيركت اللي ماشي فيه. وخلي بالك ان الكرنت بيبقى طالع من الفي اوت مش داخل، خلي بالك من الدايركشن بتاع الكرنت. وده كده كان السكيماتيك اللي انا قصدي بيه، ان انا عندي ده كده الامبليفاير بتاعك، وانت تدخل الفي انبوت عادي وتحط بابا كده عن الفي اوت شورت سيركت وتشوف الكرنت اللي ماشي في الشورت سيركت. طب ايه علاقه بقى الاي شورت سيركت ده بالجي ام؟ قلنا في الاخر خالص ان الجي ام بتاعتك كانت هتبقى ايكوال الاي شورت سيركت على الفي انبوت اللي انت مدخله. اوكي، ينفع هنا بقى على طول اجيب الاي شورت سيركت؟ لا، انا محتاج ان انا ارسم السموث سيجنال موديل صح؟ المفروض ارسم السموث سيجنال موديل بعد كده احل الدايره، كده الدايره دي مش هقدر احلها على طول صح؟ هاجي عند الترانزستور ده احط السموث سيجنال موديل بتاعه اللي هنا كان السورس متوصل للجراوند. ايوه، ما دي لسه هندخل فيها النهارده، لكن دلوقتي بقول لك ان انا ايه بجيب الطريقه اللي احنا وقفنا عنده المره اللي فاتت، واجيب هنا الاي شورت سيركت اهو. اوكي، احط الموديل سوري في ده كده وده كده او نود، وانت عندك هنا اي شورت سيركت وعندك هنا الجي ام في الفي جي اس. تعال نفكس للاو نود دلوقتي، مشكله كده هو ده بوزيتيف نيجاتيف في جي اس، ده كده عندك الفي انبوت بتاعك. اوكي، وعندك الاي شورت سيركت، اكتب بقى سوري السورس والدرينز والجيت عشان تبقى بتماب الدنيا بتاعتك. ده كده الدرين وده كده السورس وده كده الجيت. الجيت متوصل بالفي انبوت لحد الجراوند، فوصلت الجيت بالفي انبوت للجراوند، السورس متوصل للجراوند، متوصل للجراوند اهو. وعندك الدرين المفروض كان هيبقى بارلل معاه الار دي، بس انت اوريدي حطيت شورت سيركت، في اي حاجه بارلل معاه الار دي، اي حاجه بارلل معاه فوق انت فكستلها. فالدرين او شورت سيركت وماشي فيه ايه؟ الاي شورت سيركت. على طول بقى انت ممكن تحل هنا كي سي ال سهل قوي، يديك ان الاي شورت سيركت ايكوال نيجاتيف الجي ام في الفي جي اس، وانت اوريدي عندك الفي جي اس هنا من كي في ال هي نفسها الفي انبوت، فده ايكوال نيجاتيف جي ام في الفي انبوت. فتجيب بقى الجي ام اللي هو اي شورت سيركت على الفي انبوت هديك نيجاتيف الجي ام. فانت كده حليت ايه؟ اول ستيب عندك ان انت جبت الجي ام. قلنا تاني ستيب بقى ان احنا نعمل ايه؟ تاني ستيب ان انا كنت محتاج اجيب الايه؟ الار اوت صح؟ تاني حاجه بقى ان انا كنت محتاج اجيب الار اوت، كنت بعمل ايه في الار اوت بقى؟ ايه التيست اللي انا بعمله في الار اوت؟ الاوبن سيركت تيست، تحط الجراوند عند الانبوت، فهيجي تجيب نفس الامبليفاير بتاعك وعند الانبوت هتحط جراوند. اوكي، وهنا بقى مش هتحط جراوند، انت هتسيبه اوبن سيركت بس اكشلي لا، انت هتشوف الامبيدنس اللي انت شايفها من جوه، فهو اسمه اوبن سيركت تيست عشان انت المفروض تبص على الامبيدنس انت شايفها من اوبن سيركت، بس عشان تبص على الامبيدنس اللي انت شايفها من اوبن سيركت انت المفروض تحط فولتج انبوت اللي هو الفي اكس وتشوف الكرنت اللي ماشي فيه. انت حرفيا بتست الانبوت امبيدنس اللي انت شايفها من اوبن سيركت دي بانك توصلها فولتج وتشوف الكرنت اللي ماشي في الايه؟ اللي طالع بره الفولتج ده، فهو اسمه اوبن سيركت تيست. اه، عشان انت بتجيب الامبيدنس اللي هي اوبن سيركت من بره
بس انت بتعمل ده ازاي؟ ان انت تحط فولتج سورس وتشوف الايه الكرنت اللي ماشي في الفولتج سورس، حرفيا بتجيب الامبيدنس، التست بتاع الامبيدنس بتاعك. لو انت عندك ريزيستنس كده عشان تعرف القيمه بتاعتها بتحط فولتج وتشوف الكرنت اللي ماشي في المعمل، صح؟ فدي حاجه زيها بالظبط. خلاص هاجي اجيب اللي هو الامبليفاير بتاعي، انا اسمه هنا كده، ده كده ار دي، كده فولت السبلاي، وده كده حط الجيت عندك بيك جراوند والسورس عندك بيك جراوند، واحط هنا ايه الفي اكس بتاعي، وده كده الاي اكس. تمام، سهل اجيب كده بقى الفولتج، اجيب الريزيستنس. لا انا لسه محتاج ارسم الايه السمول سيجنال موديل بتاع الايه الترانزستور عشان اقدر احله، صح؟ انا بكل الكلام ده بتكلم عليه في السمول سيجنال موديل، فده بقى هحتاج ان انا ارسم له سمول سيجنال موديل زي اللي رسمته هنا ده بالظبط. ف كنت محتاج ارسم هنا يعني، فهعمل ايه بقى؟ ده الجيت اهو، ده كده السورس، ده كده الدرين. السورس متوصل للجراوند، الدرين متوصل بالايه؟ بالجي ام، جي ام في الفي انبوت في الفي جي اس بقى، اوكي؟ ده كده الدرين، وبعد كده الدرين متوصل بريزيستنس، المفروض الريزيستنس دي متوصله في دي دي، صح؟ بس احنا المره اللي فاتت قلنا بنرايز على تو ستيب، صح؟ التيلر ابروكسيميشن، اول حاجه ان انا احط السموث سيجنال موديل، تاني حاجه ان انا الدي سيز بحطها ايه؟ تو جراوند. تمام؟ السكشن اللي فات اتكلمنا احنا ازاي اساسا ليه بنستخدم السموث سيجنال موديل. خلاص بقى ده كده هيبقى ار دي، وبدل ما كان متوصل تو في دي دي، لا ده هيتوصل تو جراوند. بعد كده الدرين متوصل بالفي اكس بتاعه وداخل فيه كرنت اي اكس، بعد كده الانبوت ايه؟ متوصل تو جراوند. ده كده بوزيتيف نيجاتيف في جي اس. اوكي، اول حاجه انت تحط كل الكرنتس عندك على الدايره، وكل الابروكسيميشن انت تقدر تعملها على الدايره تعملها الاول، ما تقعدش تكتب ايكويشنز طويله. فانت هنا على طول عرفت ان الفي جي اس عندك بيك جراوند، الجيت بيك جراوند والسورس بيك جراوند، صح؟ يبقى الفاليو بتاعت الفي جي اس دي بصفر. طب الفاليو بتاعت الكرنت بصفر، ده معناه الكرنت سورس ده ايه؟ اوبن سيركت، مش موجود اساسا، اوبن سيركت كده. اوكي، يبقى انت عندك في اكس وداخل الكرنت، بدل ما يدخل في الدرين لا ده هيمشي في ريزيستنس، والاي اكس دي هتمشي في ريزيستنس، يبقى الانبوت امبيدنس عندك ايه؟ ار دي، صح؟ هتلاقي ان الكرنت اي اكس ده بقى ايكوال للفي اكس على الار دي، فيديك ان الار اوت اللي انت شايفها اللي هي ايكوال الار اكس ايكوال الار دي. تمام؟ تعالوا بقى ناخد اكزامبل مختلف، حاجه بسيطه. هعمل ايه؟ انا عايز اجيب الاوتبوت بتاع حاجه بتاع حاجه اسمها كوماند درين. هنرسم الكوماند درين دلوقتي، وبعد كده بعد نص ساعه في السكشن هنتكلم على التوبولوجيز. فانا همسح الكلام ده، حد عايز منه حاجه؟ اوكي، انا هرسم بالقديم الاول. ماشي، احنا اللي قبليه ده كان اسمه كومن سورس، عشان السورس هو اللي كومن ما بين الانبوت والاوتبوت، فانت بتقول الكومن ده على اساس التيرمينال الثالثه اللي هي لا هي انبوت ولا هي اوتبوت. تمام، فعندك كده اهو ده الفي انبوت بتاعك، ده كده ار اس، ده كده ايه الفي دي دي بتاعك، والاوتبوت بتاعك هو السورس. يبقى ايه الكومن اللي هو مش متوصل لا هو بالانبوت ولا هو بالاوتبوت؟ الدرين، فده كده اسمه كومن درين. اوكي، قال لك ايه يا سيدي بقى؟ انا عايز اجيب ال بسم الله الرحمن الرحيم الجيم بتاعه. فاول حاجه قلنا ان احنا هنجيب الايه؟ الجي ام، صح؟ هعمل هجيب الجي ام ازاي بقى؟ الشورت سيركت تيست زي ما قلنا، هحط الامبليفاير بتاعي واحط بره شورت سيركت وادخل هنا انبوت. اوكي، فانا هعمل نفس الحوار هنا، ده هحط شورت سيركت في دي دي هنا اهو، واحط هنا اهو شورت سيركت، واشوف الكرنت ده واقسم الكرنت ده على الفي انبوت. هرسم بقى السموت سيجنال موديل. اوكي، فلان السموت سيجنال موديل ايه؟ ارسم كده السورس، جيت، درين. الدرين متوصل دايركت تو في دي دي. اوكي، انا هنا صح كان في ريزيستنس،
بس انا ما قسمتهاش صح، عشان هي اساسا شورت سيركت عليها، فلا هي عليها فولتج دروب ولا هيمشي فيها كارنت، فما قسمتهاش وخلاص. تمام، وارسم بقى الايه الشكل ده. فالسورس عندك متوصل للجراوند اهو وماشي فيه الاي شورت سيركت. انت عايز تعرف الكارنت اللي ماشي في السورس. تمام، الجيت متوصل بالانبوت، والدرين بقى الدرين كان متوصل بفي دي دي بس هو جراوند برضه. تمام، وهتكمل بقى السمول سيجنال موديل، ان انت عندك السورس والدرين متوصل ما بينهم الكمان سورس بتاع السمول سيجنال موديل اللي هو جي ام في الفي جي اس. اوكي، وده كده بوزيتيف نيجاتيف. اول حاجه اعمل كل الابروكسيميشن انت تقدر تعملها على الدايره. فانت عندك هنا الجي ام في جي اس، مش الفي جي اس هو الفولتج ما بين الجيت والسورس، السورس بجراوند والجيت في انبوت، يبقى الفي جي اس بكام؟ في انبوت. فانت تقدر ده كده على طول تقول ان هو ايكوال جي ام في الفي انبوت. ده اول ابروكسيميشن. ثاني ابروكسيميشن ان الكاونت ده على طول هو اللي ماشي في الشورت سيركت، صح؟ هو اللي يمشي في السورس، فالاي شورت سيركت هو ايكوال جي ام في الفي جي اس اللي هو ايكوال جي ام في الفي انبوت. فانت لو عايز تجيب الجي ام بقى، هي الاي شورت سيركت على الفي انبوت هيديك ايه؟ هيديك الجي ام. ماشي. انا كده جبت الجي ام، محتاج اجيب ايه بقى؟ محتاج اجيب الار ار. اه صحيح، احنا في الاخر خالص بنضرب الاثنين في بعض عشان نجيب الجين يعني. اوكي؟ ماشي. لا شكرا يا تسلم يا دادا، شكرا يا دادا. ماشي. وقال لك ايه يا سيدي؟ ان الار اوت زي ما قلنا ان انا ايه؟ هحط هنا شورت سيركت واشوف الامبيدنس اللي انا شايفها من هنا. اوكي؟ فهرسم بقى الدايره عندي شكلها عامل كده. صحيح يا باشمهندسين، احنا التست اللي احنا بنعمله ده اي سي وايز. اوكي؟ لما انا برسم لك كده شورت سيركت عند الانبوت، لما برسم لك هنا شورت سيركت على الاوتبوت، انا ما غيرتش الدي سي او بي عشان دي اساسا مش دي سي او بي بوينت، انا برسم لك السموث سيجنال موديل زي ما قلنا اللي هو التيلي ابروكسيميشن اساسا، لكن الدي سي كاركترستكس بتاعت الترانزستورز دي هي محتفظ بيها، ودي سي او بي بوينت محتفظ بيها. ليه بقى؟ عشان الجي ام بتاع الترانزستور ده في الكونفجريشن ده مختلف عن الجي ام بتاع الترانزستور ده في الكونفجريشن ده لو انت بتتكلم عن الدي سي. تمام؟ عشان هنا هيبقى ماشي الكارنت مختلف عن الكارنت ده. فاللي احنا بنرسمه اساسا مش الدي سي، احنا بنرسم الاي سي سموث سيجنال موديل، وكل الترانزستور ده محتفظ بالدي سي اوبريتنج بوينت بتاعته والجي ام بتاعته وكل حاجه. كل الكلام ده اي سي بس. انا برسم ده بس تقريب عشان هرسم لك السموث سيجنال موديل، فتقدر تتخيل السموث سيجنال موديل هيترسم ازاي. اوكي. ده كده الار اس. وانا من هنا احط ايه؟ الفي اكس. تمام؟ يبقى هعمل ايه بقى؟ هرسم الكلام ده وهرسم له ايه؟ السموث سيجنال موديل بتاعه. فهاجي اهو اول حاجه هبتدي بالترانزستور عشان دي الرسمه الوخمه عندي يعني. اهو كده السورس، وده كده الجيت، وده كده الدرين. تمام، السورس متوصل من تيرمينال بالفي اكس بتاعي، فالسورس ده متوصل بالفي اكس اللي انا هتست بيه ايه؟ الامبيدنس. الار اس متوصل بايه؟ بريزيستنس تو جراوند. اوكي، الدرين متوصل بفي دي دي هي جراوند عشان دي هتبقى جراوندد، والجيت متوصل تو جراوند. ده كده بوزيتيف نيجاتيف في جي اس. وحط كده ايه؟ الجي ام في الفي جي اس. اوكي؟ اعمل كل الابروكسيميشنز اللي انت تقدر تعملها على الدايره وانت بترسم. ايه اول ابروكسيميشن هعمله؟ الفي جي اس، صح؟ انت عندك ايه؟ الفي جي اس هي الفولتج ما بين الجيت والسورس اللي هي ايكوال جي ام. فولتج بتاع الجيت بصفر، صح؟ الجيت متوصل بصفر ماينس الفولتج بتاع السورس، الفولتج بتاع السورس اللي هو ايه؟ في اكس، صح؟ في اكس. فده هيديك نيجاتيف جي ام في اكس. بدل ما انت ما تتلخبط بالنيجاتيف دي، انت تعمل ايه بقى؟ انت تمسح كل ده وتكتب جي ام في اكس وتعكس اتجاه الكارنت. فانا هعمل ايه؟ همسح كل الكلام ده. اوكي؟ واجي اكتب جي ام في اكس، وهاجي عند الكارنت سورس ده ايه؟ ارفعه فوق. كده بقى السموث سيجنال موديل بتاعي كامل. ها
وهنا برضه انا ما رسمتش السموث سيجنال موديل كامل. حد عارف ايه اللي كان ناقص؟ لا غير الار نود يعني. لا حد عارف ان البلك البادي افكت انت عندك هنا في جي ام بي، بس جي ام بي بتعتمد على الفي سورس. احنا دلوقتي مش هنرسمها، بس واحنا بنجيب بقى الامبليفايرز في بقيه السكشن هنستخدمها. اوكي بس انت كان عندك جي ام بي، تخلي بالك ان انت هترسمها عشان السورس مش متوصل بالبلك. اول ما تلاقي كده انت عندك البلك ده امبليسيتلي متوصل تو جراوند من غير ما نقول، فاول ما تلاقي ان ده ان السورس بتاعك مش جراوند، عارف ان انت عندك بالك افيت لازم تاخده معاك في السموث سيجنال موديل ده اضافه عن الاو نود. لكن احنا اوريدي شلنا الاو نود، احنا بنعمل دلوقتي حاجه بس سمبليفيكيشن، فخلاص احنا اساسا مش هنستخدم الايه بادي افيت. بس في بقيه بقى السكشن مش هنعمل سمبليفيكيشن خالص في اي حاجه. اوكي ماشي. فانت عندك كده قلت ان ده في اكس خلاص جي ام في اكس، وعندك الكاونت اللي داخل هنا اي اكس. اوكي وبرضه ممكن تجيب ايه؟ انت بدل ما تكتب هنا ان تيرمز اوف الكرنت، انت ممكن تعمل حاجه بسيطه. انت هنا اعمل كل الابروكسيميشن اللي تقدر تعملها على الدايره بسرعه. انت عندك هنا الفولتج ده في اكس وهنا جراوند، فالكرنت اللي ماشي في الريزيستنس دي كام؟ في اكس على ار اس صح؟ انت عندك هنا ار اس وعندك هنا الفولتج ضرب عليها في اكس، فالكرنت اللي ماشي فيها ايه؟ في اكس على الار اس. تمام؟ اعمل بقى كي سي ال عند النود دي على طول، هيديك ان الاي اكس ايكوال في اكس في واحد على في الجي ام زائد واحد على الار اس. اوكي عشان بقى تجيب الار اوتبوت انت تقسم الاي اكس على الفي اكس على الاي اكس، هيطلع لك في الاخر خالص ان هو واحد على واحد على الجي ام بلس واحد على الار اس اللي هو ايكويفالنت للار اس بارلل واحد على الجي ام. وهنا بقى يبان لك حاجه، انت ان انت بدل ما تعمل اللفه الطويله دي، ان كان في حاجه اسهل بكتير تعملها. ان انت تعمل ايه؟ ان انت عندك انبوت هنا امبيدنس. اوكي تمام، تعال شوف الانبوت امبيدنس. فانت عندك الفولتج دي النود بتاعتك في نود، والترمينال الثانيه هي الجراوند، وانت عايز تعرف الامبيدنس ما بين النود دي للجراوند صح؟ طب ما انت عندك الار اس اساسا هي موجوده ما بين النود دي والجراوند صح؟ فهي وات ايفر الامبيدنس اللي هي هتجيبها، اللي انت هتجيبها من فوق لسه، الار اس دي هتبقى بارلل معاها. تاني انت بتجيب ايه؟ انت لما بتحط التست بتاعك ده اللي هو في اكس، انت عايز تعرف ايه؟ انت عايز تعرف النود دي الامبيدنس اللي انت شايفها من اول هنا لحد التيرمينال الثانيه بتاعت السورس اللي هي الجراوند صح؟ فانت عايز تعرف الامبيدنس اللي هي من هنا لهنا. طب ما انت اوريدي اساسا عندك ريزيستنس اللي هي الار اس لحد الجراوند صح؟ فانت كان ممكن تعمل حاجه بسيطه قوي، ان انت بدل ما تعمل ايكويشنز رخمه كده تسهل، لا تسهل على نفسك الموضوع. تقول ايه؟ تقول يا سيدي والله انا عندي الكرنت هيتقسم ما بين الار اس اللي هي هتبقى بارلل والامبيدنس اللي فوق صح؟ فانا في الاخر خالص عندي ار اس بارلل على ايه؟ امبيدنس انا مش عارفها. طب ايه الامبيدنس اللي انت مش عارفها دي؟ الامبيدنس اللي انت مش عارفها اكشلي هي بتاعت الديفايس اللي فوق. الامبيدنس اللي انت شايفها من هنا صح؟ وبدل ما انت كنت ترسم السموث سيجنال موديل معقد كده، لا انت ممكن اساسا تفكس خالص للار اكس وتجيب على طول الامبيدنس واحد على الجي ام. تاني انا عملت ايه؟ انا هنا قعدت حطيت عادي السموث سيجنال موديل والديفينيشن الاصلي بتاعي، بحط في اكس واشوف الكرنت اللي ماشي واشوف الامبيدنس اللي انا اشوفها من هنا. لكن انا ريلايزد ان انا الامبيدنس دي اللي انا هشوفها دي، انا عايز اجيب الريزيستنس ما بين النود دي والجراوند. طب انت اوريدي اساسا عندك ريزيستنس بارلل صح؟ فانت ممكن اوريدي من الاول خالص كنت تشيل الريزيستنس دي وتجيب بقيه الامبيدنس للجراوند، اكنك عندك تو باسز في زد امبيدنس من فوق اهو بتاعت الديفايس اللي انت مش عارفه، وفي من عندك من تحت ار اس. بدل ما كنت تتعب نفسك بقى في كل الكلام ده، تقول والله يا سيدي انا عندي ايه؟ زد امبيدنس لسه هشوف اجيبها ازاي، بارلل مع الار اس وخلاص. تمام؟ وايه بقى الامبيدنس اللي انت كنت هتجيبها دي الزد انبوت؟ هي الامبيدنس بتاعت الديفايس ده. تمام؟ بتاعت الترانزستور ده. انت ريزيستنس سهل قوي ان انت تجيب الامبيدنس بتاعتها في الاخر خالص الريزيستنس، لكن الديفايس بتاع الترانزستور بتختلف على حسب انت بتبص على الريزيستنس منين. طب افرض انا قلت لك انا هسمبليفاي عندك الدنيا جدا، انا اقول لك يا سيدي
انت بتحتاج تعمل سموث سيجنال موديل مش مع الار اس دي، انت بتحتاج تجيب السموث سيجنال موديل والاناليسز عشان تجيب الامبيدنس بتاعت الديفايس، صح؟ طب افرض انا قلت لك انا اي ديفايس هديك لوك اب تيبل، اول ما تلاقي الشكل ده تقول والله يا سيدي الشكل ده على طول هيديني واحد على الجي ام، انت حافظ الشكل ده، فعلى طول بقى بدل ما تعمل سموث سيجنال موديل هتقول اه ده هيبقى الار اس بارلل مع الواحد على الجي ام، تبقى بدل وتستعيد بقى عن كل الاناليسز اللي انت بتعمله ده، تمام؟ يبقى احنا هناخد ايه بقى؟ احنا هاخد ان انا اه الجي ام انت ممكن هتحتاج ان انت تعمل اناليسز، وبعد كده مش هتحتاج تعمل اناليسز، هنقول ايه؟ هيبقى ليها زي برضه لوك اب تيبل، بس عندك الامبيدنس انت ممكن يا سيدي تقعد تسمبليفاي الدنيا على نفسك، انت لقيت ان الكارنت هيدخل هنا هيتفرع فوق وتحت، ومن تحت انت عارف الامبيدنس ان هي الار اس، خلاص ما تقعدش تعمل اناليسز كبير وانت حاطط الار اس، قول ان انت على طول في امبيدنس من فوق هتشوفها بارلل مع الار اس. طب الامبيدنس اللي انت هتشوفها دي ريزيستنس ولا ترانزستور؟ لو ريزيستنس مثلا الار دي هتكتب على طول الار دي، طب لو ترانزستور هيبقى عندك لوك اب تيبل هتشوف انت بتبص الريزيستنس منين وعلى اساسها تكتب الفاليو على طول. انا هنا مثلا لقيت ان انا ببص من الجيت وايه والفاليو بتاعتها وانا على الجي ام. طب انا بقى في ايه بقى اللوك اب تيبلز ان انا هحفظهم او هم لك دلوقتي، احنا هنعرف بس الريزيستنس مش هنحفظهم، احنا اوريدي هنعمل لهم الديفيجن، بس هنعرف الريزيستنس بتاع ثلاثه كونفيجريشن. تعالى كده نفكر، انت عندك ايه يا سيدي؟ انت عندك ثلاثة كيسز، انت عندك الترانزستور اهو ماشي، انت عندك اول كيس ايه؟ ان انت عندك ده الترانزستور اوكي، والجيت انت مدخلها الانبوت بتاعك، انت بتبص على الامبيدنس دي اوكي، يبقى اول كيس عندك ان انت هتمسك كل تيرمال وتدخل عندها ايه؟ الانبوت. طب بالنسبه بقى للتيرمينالز التانيين عاملين ازاي؟ التيرمينالز التانيين متوصلين بريزيستنس تو جراوند او دي تو جراوند، والتيرمينال التانيه متوصله بريزيستنس تو جراوند، صح؟ يبقى انت لو بتبص من انبوت واحد من الترانزستور اوكي، فانت واحد فيهم هتدخل عليه الانبوت، طب التو تيرمينالز التانيين اكيد التو تيرمينالز التانيين هيبقوا متوصلين بريزيستنس للجراوند، طب ليه مش ريزيستنس في دي دي؟ عشان انت بتتكلم سموث سيجنال موديل، هما يبقى اما متوصلين من ريزيستنس تو جراوند يا اما هيبقى ايه؟ يبقى متوصلين بالانبوت، بس هنتكلم ازاي بقى لو متوصلين بالانبوت ايه الكيس؟ بس دلوقتي لو انت مدخل بس انبوت وبتبص على الانبوت امبيدنس من تيرمينال واحده بس، فانت متوقع ان التو تيرمينالز التانيين يا اما يبقوا متوصلين بالجراوند يا اما متوصلين بريزيستنس تو جراوند يا اما اوبن سيركت، صح؟ ففي الحالتين حطهم ار دي وطلع اكسبريشن، وعلى حسب هما شورت سيركت ولا ريزيستنس ولا اوبن سيركت، حط الفاليو دي يا اما بزيرو يا اما بريزيستنس يا اما بانفينيتي. طب ايه الكيس الثانيه؟ الكيس الثانيه ان انت بتبص من الدرين، صح؟ انت عندك ده كده الموسفيت فهو متوصل بريزيستنس للجراوند، والجيت بتاعه متوصل بريزيستنس للجراوند، وانت بتبص من عند الايه؟ من على الدرين اهو. اوكي؟ طب ليه بقى يا سيدي ما حطيتلكش هنا ريزيستنس مثلا زيهم ولا ريزيستنس تو جراوند؟ عشان لو في ريزيستنس منهم اقول له خلاص خد دي سيريس معاهم. اوكي؟ يعني انت لو حطيت لي ريزيستنس هنا بقى هقول لك ايه؟ خلاص يا سيدي انت حاطط هنا ار دي، يبقى بص لي من الناحيه دي وحط ريزيستنس دي سيريس معاهم. فهي برضه ملهاش لازمه، فانت بتدخل من واحده في انبوت والباقي بتحط التيرمينالز بتاعتهم بريزيستنس تو جراوند. ايه الكيس اللي ناقصه بقى؟ الجيت، صح؟ ان انت بتبص من الجيت وباقي التو تيرمينالز برضه بايه؟ متوصلين بالجراوند، صح؟ وده كده هيبقى الموست جنرال اكسبريشنز اللي احنا هنجيبها، وهنتكلم بقى لو انت متوصل الانبوت بتاعك بتو تيرمينالز هيحصل ايه؟ فدول كده اول ثلاث حاجات يبقوا حاضرين في دماغك اللي انت بتتكلم عن الايه؟ على الامبيدنس، صح؟ ماشي، اسهل حاجه ان انت هنا بتبص على كاب، فانت هنا في الدي سي اوبن سيركت يبقى ريزيستنس هنا ايه؟ انفينيتي، يبقى دي خلاص دي اسهل طريقه. هنا بقى لا، هنا عندك انت داخل على الجيت وانت شايف انبوت امبيدنس، فانت محتاج ترسم السموث سيجنال موديل، فنرسم السموث سيجنال موديل. انت عندك هو السورس متوصل بالفي اكس بتاعك،
ده كده طالع منه الـ IX. اوكي بعد كده جي ام في جي اس، بعد كده الاو نود، بعد كده الاو دي، بعد كده الجيت متوصله بريزيستنس تو جوان بوزيتيف نيجاتيف في جي اس. الموديل ده كامل ولا ناقص؟ ناقص ايه؟ جي ام بي صح؟ انت عندك هنا بالنسبه للجي ام اللي هي العاديه خالص بتاعت الانديوس باي الفي جي اس، فهتبقى الفي الجي ام في ايه في الفي جي اس الفولتج ديفرنس ما بين الجيت والسورس والسهم نازل لتحت الكرنت بالنيجاتيف صح؟ وهنا الاو نود، تعالى نرسم الاو نود كده على جنب شويه. ماشي. الجي ام بي بقى العكس، الجي ام بي الكرنت سورس لفوق بيز، وهي بتعتمد مش على الجيت سورس، هي بتعتمد على السورس فولتج بس في اس. تمام؟ يبقى هي جي ام بي في اس، وده كده هيبقى جي ام في الفي جي اس، ودايركشن الكرنت بتاع الاثنين معكوسين. تمام؟ ماشي. في اس بس، في اس بس، هي المفروض في اس بي بس البلك، بس البلك متوصل بالجراوند، فهتبقى هي جي ام بي في اس. تمام ماشي. اعمل الابروكسيميشن اللي انت تقدر تعملها على الدايره. ايه اول ابروكسيميشن اقدر اعمله هنا؟ اسهل حاجه هنا ريزيستنس. ريزيستنس ليها لازمه اوبن سيركت صح؟ مش ماشي فيها اي كارنت، فالفولتج ده هو نفس الفولتج ده، عشان الكارنت الفولتج ضرب عليها ايه؟ بزيرو. يبقى انا هشيلها خالص وحطيتها شورت سيركت. تمام؟ تاني حاجه كنا بعد كده بنتكلم على ايه؟ على الكارنت سورسز. بعمل تاني ابروكسيميشن انا اتكلم على الكارنت سورس. فالكارنت سورس هنا انت بتتكلم على الفي جي اس صح؟ شوف ايه علاقه الفي جي اس ده بالانبوت. هيبقى يديك ده جي ام في الفي جيت ماينس الفي سورس. الفي جيت بكام؟ بزيرو صح؟ انا الجيت عندي اهو متوصله بايه؟ بشورت سيركت جراوند فزيرو. طب الفي سورس متوصله بالفي اكس صح؟ فده كده ماينس في اكس. يبقى زي ما عملنا هنا، اول ما لقيت ان هو ماينس في اكس خلاص خليته جي ام في اكس وعكست الكرنت على طول صح؟ فاجي هنا اهو كل ده على الدايره، عشان ما تقعدش تكتب ايكويشنز كتيره وانت بتحل في الاخر خلاص مش توصل لحاجه. تكتب 6 7 ايكويشن هتوه فيه. فاي ابروكسيميشن تقدر تعمله على الدايره وانت بتحل اعمله على طول. ماشي. فبدأ بقى ما تكتب الكلام ده هتعمل ايه؟ خلاص هتشيل ده كده بقى. وده يبقى جي ام في الفي اكس. طب تعالى بقى عند الكرنت سورس اللي بعديه. انت هنا معتمد بس على في سورس، المفروض في سورس بالك، بس بالك انهيرتلي متوصل تو جراوند. اوكي؟ ماشي. فده كده الفي اس وهو طالع لفوق، الفي اس عندك بايه؟ بفي اكس صح؟ فده برضه هيبقى جي ام بي في الفي اكس، بس انت هتحافظ على الدايركشن اللي فوق. تمام؟ التو كرنت سورسز دول معتمدين على الفي اكس وليهم نفس الدايركشن بس ديفرنت كوفيشن. فانا ايه هجمعهم، خلاص هجمع التو كرنت سورس اللي بارل اللي بعض مع بعض. فبدل ما ده وده تو ديفرنت كرنت سورس، انا لا اخليهم كرنت سورس واحد اهو، واخليه برضه في اكس، بس بدل ما جي ام هسميها جي ام توتال اللي هي مجموع الجي ام والجي ام بي. تمام؟ فده كده جي ام توتال. اوكي ماشي. والكرنت تبقى طالع لفوق. اوكي. تاني حاجه اعمل الكي سي ال على الدايره. اي حاجه تقدر تعملها على الدايره اعملها. انت هنا طالع منك كرنت اي اكس صح؟ هيدخل هنا كرنت اي اكس بتماينس منه جي ام في اكس، يبقى الكرنت اللي هيمشي لك في الاول نوت ايه؟ هي الكرنت اللي داخل لك ماينس الكرنت اللي طالع جنبيك ده صح؟ فيديك ايه؟ ان الكرنت ده اي اكس ماينس جي ام توتال في الفي اكس. اوكي؟ الكرنت اللي هنا بقى التو كرنت هيرجعوا يتجمعوا تاني، فيديك هنا برضه ايه؟ اي اكس عادي خالص. اوكي؟ يبقى عملت ايه؟ عملت كل الكيس الات وكل الابروكسيميشن ده اقدر اعملها على الدايره. في ابروكسيميشن اقدر اعمله غير كده؟ في حاجه زياده؟ مفيش حاجه زياده. هعمل ايه بقى يا سيدي؟ بكي سي ال كي في ال واحده اخدها هنا احل على طول الدايره دي. اخد الكي في ال دي ازاي؟ خد الكي في ال دي فيديك ان الفي اكس ايكوال
الكرنت في الاو نود انت عايز تجيب الفولتج دروب على الريزيستنس فيدي ايكوال ايه بقى الاو نود مضروبه في الكرنت اللي ماشي فيها اللي هو الاي اكس ماينس جي ام توتال في الفي اكس زائد الفولتج دروب على الريزيستنس بحيث انت تقفل تاني الكي في ال ترجع للجراوند فالريزيستنس دي ايه او دي صح اي اكس في الار دي جمع الفي اكس في حته والار دي في حته يديك ان في اكس 1 بلس جي ام توتال ار نود ايكوال ار نود بلس الار دي في الاي اكس يديك ايه بقى يا سيدي اقسم الفي اكس على الاي اكس يديك ان الريزيستنس اللي انت شايفها او لوكينج فروم جيت ايكوال ار نود زائد الار دي على 1 بلس جي ام توتال ايه في جي ام توتال او نود تمام ولو الاو نود دي كانت بانفينيتي كبيره جدا انت اهملتها يديك ان ده واحد على جي ام توتال نفس اللي احنا جبناه من هنا مش انت كنت بتلوك فروم جيت او انبوت فروم جيت صح وكنت انت اهملت الاو نود لما جيت حسبتها طلعت واحد على الجي ام صح يبقى انت هنا لو حطيت الاو نود بانفينيتي هيديك ايه واحد على الجي ام وهنا برضو تاخد معلومه مهمه ان الار دي عندك لو كبيره قوي هتخلي لك الانبوت امبيدنس اللي انت شايفها من هنا مش واحد على الجي ام فانت لو عندك لو فوق زي كاسكود ولا حاجه تخلي بالك ان ريزيستنس الار دي ممكن ما تخليكش ان انت شايفه ايه واحد على الجي ام تمام فانت دايما بقى بنقارن الار دي بالار نود لو الار دي اصغر بكتير قوي من الار نود انت ممكن تحط الابوكسيميشن لو واحد على الجي ام على طول ودي امبيدنس قليله جدا تمام ماشي تاني حاجة او لوكينج فروم درين هعمل ايه بقى؟ ها؟ أول حاجة برسم السمول سيجنال موديل، تاني حاجة بعمل كل الابروكسيميشن اللي أنا أقدر أعملها سوري السمبليفيكيشن عشان دي مش ابروكسيميشن كل السمبليفيكيشن اللي أنا أقدر أعملها أحطها على الدايرة، تالت حاجة بعمل كل الكيس إيلات على الدايرة وفي الآخر خلاص آخد واحد أو اتنين كي في إل ألم بيهم الدنيا خالص تمام؟ فانا هعمل كده ده كده سورس متوصل بريزيستنس تو جراوند ار اس بعد كده الجيت متوصل بريزيستنس تو جراوند تاني حاجه السورس جي ام في الفي جي اس بعد كده جي ام بي في الفي اس بعد كده الفي اكس اللي انا مدخله تمام كده وهنا عكس الاتجاه اوكي اول حاجه اعملها ايه عندي ريزيستنس فلوتنج مش ماشي فيها كارب صح فهي اكن النود دي متوصله تو جراوند برضه صح فدي بدل ما ريزيستنس خلاص تسيري دي جراوند تاني حاجه ابص على الكارن سورسز تمام انت عندك هنا في جي اس فانت عندك الجيت بزيرو والفي اس عليها سام سورت اوف فولتج صح؟ سمي ده كده اي اكس اوكي يبقى الكرنت اللي ماشي في الار اس ده اسمه اي اكس تمام؟ يبقى الفولتج دروب على ده بدل ما تكتب في اس اكتبه اي اكس ار اس على طول اكتبه ان ترمز في الحاجه اللي انت عايز تجيبها اوكي يبقى اي حاجه هنا بدل ما تخترع فولتج جديد فتعقد الاكسبريشن لا يا سيدي خلي اي حاجه انت تكتبها هنا ان ترمز وفي الاي اكس او الفي اكس تمام؟ فانا هنا انا عايز اجيب ايه بقى؟ الفي جي اس جي ام في الفي جي اس اللي هو فولتج الجيت اللي هو بصفر ماينس الفولتج اللي في السورس فبدل ما اكتبه في اس انا عايز اجيب اساسا علاقه ما بين الفي اكس والاي اكس خليه ان ترمز وفي الفي اكس او الاي اكس طب هنا الفي اس ده ممكن اخليه ان ترمز وفي الفي اكس او الاي اكس انا ممكن اخليه ان ترمز وفي الاي اكس عشان هو سيمبلي الاي اكس مضوف في الار اس فيبقى هنا ماينس الار اس في الاي اكس تمام تاني حاجه هيبقى هنا جي ام بي في الفي اس اوكي فهنا برضو الفي اس ده هيبقى ايكوال جي ام بي في الار اس اي اكس وعلى طول تلاحظ ان ده بالنيجاتيف فهيعكس اتجاه الكرنت انت في الاخر خالص الاثنين دول هيتجمعوا على بعض وايه يبقى نفس الطريقه دي يبقى جي ام توتال في الفي اس ويبقى الكرنت طالع لفوق فعلى طول ده امسحه بقى اوكي واعكس اتجاه الكرنت وقول ده يا سيدي ايه نوع كرنت لفوق جي ام توتال في الاي اكس ار اس اوكي وعندك بارلل لي او نود اوكي
خلاص. تالت حاجة اعملها بقى، بعمل الكيس ال على الدايرة صح؟ بدل ما انت عندك هنا كيس ال، انت عندك الكاونت ده طالع كده والكاونت ده طالع كده صح؟ يبقى الكاونت ده نازل مجموعة تو كاونت، يبقى الكاونت اللي في الار نود ده هو الاي اكس زائد جي ام توتال اي اكس ار اس، اللي هو ايكوال اي اكس فروم بلس جي ام توتال ار اس. تمام، ده الكاونت اللي نازل في الار نود. خد بقى كيف ال واحده من بره يديك ان ايه، ان الفي اكس على طول ايكوال الاي اكس في الار اس زائد الار نود زائد جي ام توتال ار اس ار نود، ويديك ان الاكسبريشن ده هو الايه، التوتال امبيدنس بتاعك. اوف اوكي، يديك ان الاكسبريشن ده هو التوتال امبيدنس بتاعك، اللي هو تقريبا بيبقى ايكوال الار بقى لوكينج فروم دوين، اللي هو بيبقى ايكوال تقريبا ايه، جي ام توتال ار اس ار نود. وبنقول على الكونفيجريشن ده ريزيستنس الكاسكود، على اساس لو كان في ترانزستور تحت بيديك ار نود فده يبقى ريزيستنس بتاعت الكاسكود. طب لو الار اس بزيرو المفروض كنت تشوف ار نود زي الكيس بتاعت الار دي، حط هنا الار اس بزيرو هيديك ده صفر وده صفر يديك الار نود. تمام ماشي، تعالوا بقى بصوا هنا تريكه صغيره، وعايز تقول لي الامبيدنس دي هتبقى شكلها عامل ازاي. الامبيدنس دي بقى تبقى او لوكينج فروم درين ولا او لوكينج فروم فروم سورس ولا او لوكينج فروم جيت. ده باي ذا واي كونفيجريشن ده اسمه دايت كونكتد، عشان هو بيشتغل كانه دايت يعني. او لوكينج فروم درين. حد ليه مقوله ثانيه؟ لا بس الفولتج هنا لو انت او لوكينج فروم درين الفي جيت كان بصفر، لكن هنا الفي جيت هيبقى في اكس. بص يا باشمهندسين، انت هنا وانت بتجيب الريزيستنس بتاعت اول لوكم فروم دوين او اول لوكم فروم سورس، انت معتبر التو تيرمينالز التانيين ليهم باس تو جراوند مش باس للفي اكس، يعني متوصلين بريزيستنس للتيرمينال الثانيه جراوند، لكن ده متوصل بريزيستنس بتيرمينال ليك صح؟ فانا هقول لك بقى هعمل حركه صغيره بحيث ان انا احول الشكل ده يبقى بانه انت بتوصل بتيرمينال واحده وباقي التيرمينال متوصلين للجراوند. انت لو انت عندك يا سيدي ده كده في اكس وعندك سام سورت اوف زد انبوت هنا صح؟ مش ده الشكل بتاع الدايره صح؟ ودي كده التيرمينال جيت، وده كده السورس، وده كده جي واس مثلا صح؟ لو انا بقى حولت لك الشكل ده قلت لك ايه يا سيدي، انا بدل ما اوصل الفي اكس هنا، لا ده انا هوصل الفي اكس اهو بالسورس واوصل الجيت ده بالجراوند، الامبيدنس اتغيرت؟ نفس الامبيدنس اللي انت هتشوفها من هنا. طب انا هعمل كده هعمل نفس الموضوع ده هنا، بدل ما اوصل الفي اكس بالجي، لا انا هعكس التو تيرمينالز، هوصل هنا الفي اكس اهو بالسورس والتو تيرمينالز اللي فوق دول هوصلهم بالجراوند، وهقفل دي كده فبقى دي ايه؟ متوصله بالجراوند. يبقى المفروض ان انا اشوف نفس الامبيدنس بالظبط، بس الكونفيجريشن اللفه اللي انا عملتها دي خدمتني في حاجه، ان انا خلتني بقى الانبوت متوصل بتيرمينال واحده وباقي التو تيرمينالز متوصلين للجراوند، فانا هقدر اختار من الثلاثه كونفيجريشنز اللي عندي. فكده بقى الموضوع واضح، ده ايه؟ اكنها بالظبط اه لوكينج فروم جيت وباقي التو تيرمينالز متوصلين بريزيستنس للجراوند، بس الريزيستنس دي صفر صح؟ تاني ان انا لما كنت راسم لك الشكل ده كده اوكي، انت كده متوصل تو انبوتس متوصلين تو ايه؟ الانبوت بالتو تيرمينالز متوصلين بالانبوت بتاعك، وده مش اللي انت حليته. انت لو جيت هنا قلت الار لوكينج فروم دوين، انت هنا حاطط الجيت بصفر، لكن هنا الجيت متوصل بفي اكس، فانت كده غلط. طب عملت ايه؟ بدل يا سيدي الامبيدنس المفروض بصيت من فوق، بصيت من تحت نفس الامبيدنس، فانا عملت كده عكست الانبوت مع الفي اكس، وايه؟ قلت خلاص بدل ما يبقى عندي ده دايت كونكتد، انا حطيت الانبوت من عند الجيت، من عند السورس والدرين والجيت، وصلتهم بالجراوند. فده خلاص بقى لوكينج فروم سورس زي ما احنا بنتكلم. باي ذا واي انا بتلخبط ما بين السورس والجيت، فممكن حد يتلخبط، فده او لوكينج فروم سورس، ده او لوكينج فروم جيت، ده او لوكينج فروم درين. اوكي اتفضل. انت عندك لو انت عندك 10 اوم اوكي، وصلت انت مره ال 10 اوم، انت تسمي دي تيرمينال اس ودي تيرمينال جي اوكي، وقلت انت هتقيس بقى بالمعمل كده هتقيس، وصلت الفي اكس من عند الاس
وشفت الفولتج هتشوف من هنا كام؟ 10. طب انت عكست بقى يا سيدي، وصلت التيرمينال دي بالجراوند وهنا دخلت الفي اكس، وقلت ايه هتشوف الاي اكس على الفي اكس على الاي اكس وتشوف الامبيدنس هتشوف كام؟ اه بالظبط، ما هو ده اللي حصل. انا كان عندي دايت كونكتد اوكي، والتو تيرمينالز متوصلين بالفي اكس وده للجراوند، قلت انا هعكس، قلت انا عندي الانبوت يتوصل بتيرمينال واحده بس عشان ايه يبقى واحد من الثلاثه كونفيجريشنز اللي انا عملتهم. فقلت خلاص يا سيدي التو انبوتس دول انا هعكس، بدل اللي فوق هو اللي هيبقى جراوند، والجراوند اللي كان عندي هحطه الفي اكس، وساعتها بان ايه ان هو اه لوكينج فروم سورس. لو عكست يعني لو عكست الجراوند مع الانبوت هيطلع لك نفس الامبيدنس، عشان تجيب نفس الامبيدنس دي الفي اكس النود دي هتحطها بالجراوند، والانبوت ده هتحط في اكس وهنا هتحط في اكس، فيطلع لك نفس الامبيدنس بالظبط. بس في تريكايه وقعت مننا، ايه بقى اللي وقع؟ نعم؟ نعم؟ ما وطيفة. لا انت عايز تجيب الامبيدنس فانت هتجيبها من فوق هتجيبها من تحت، هي هي. بس بقى في حاجه صغيره هو اللي هتعمل لك اختلاف ما بين الاوت لوك فروم جيت هنا والاوت لوك فروم جيت هنا. اوكي، هرسم لك الدايره الاصليه، هي كان شكلها عامل كده. اوكي، هيحصل ايه بقى يا سيدي؟ في تيرمينال ثالثه انت مش شايفها، التيرمينال بتاعت ايه؟ بتاعت البلك. اوكي، هنا البلك اكشلي في الكونفيجريشن ده متوصله بالجراوند اللي هي اساسا ايه متوصله بالسورس، فانت عندك الجي ام بي هنا بصفر، لكن هنا في الكونفيجريشن ده البلك المفروض لو هتقارن بالاثنين لا ده البلك متوصل للجراوند بس السورس عليه في اكس. فانت الحاجه الوحيده كلامنا كله كان صح ما عدا الحاجه الوحيده اللي بنتكلم عليها البلك. فتخلي بالك بقى ان انت لقيت دايت كونفيجريشن قلت لوكينج فروم سورس، تبص على البلك على طول. لقيت هنا يا سيدي انا هنا بصيت وهدخل الانبوت من الناحيه الثانيه اللي هو التيرمينال اللي مش متوصله بيا اللي هي التيرمينال من هنا، فقول ده على طول واحد على الجي ام. بس بقى خلي بالي من ايه؟ ان هنا اشوف واحد على الجي ام بس، لكن هنا اشوف واحد على الجي ام توتال. ليه؟ عشان هنا بالك اكشلي متوسط الجراوند. عشان بقى تطلع نفس النتيجه بالظبط انت كنت محتاج لما هنا تحط في اكس ان انت كمان عند البالك تحط في اكس اكشلي. فهيظهر لك بقى من ناحيه السموث سيجنال موديل ان انت هنا هتشوف واحد على الجي ام توتال. فاهم قصدي؟ على الجيت تعالى نتكلم من الاول، اقسمها لك من الاول خالص. ماشي، قول لي ماشي كده اهو، وده اللي انت عايز تجيبه في اكس اهو. بالظبط زي ما عكست هنا، بدل من هنا من هنا المفروض الريزيستنس ريسيبروكال من فوق ومن تحت زي ما هي. فقلت لك ايه يا سيدي عشان ما تلخبطش نفسك حط هنا اهو جراوند، فيبقى هنا كمان جراوند، وتعالى عند السورس حط الفي اكس بتاعك. فعلى طول تقدر هنا تعرف ايه ان التو درين والجيت متوصلين للجراوند مش متوصلين بالفي انبوت، وفي انبوت هو اللي متوصل بالفي اس. فده يبان لك ان الانبوت امبيدنس من هنا دي ار لوكينج فروم سورس مش ار لوكينج فروم درين. بس الحته الثانيه بقى بص عايز اشيل السورس، يعني اشيل السورس من اي تيرمينال احط في التيرمينال عليهم تقسم عليهم. لو انت بقى دي عايز تحولها بقى العكس، عشان تحولها لا انت كنت هنا تحط ده بالجراوند وهنا تحط في اكس وهنا تحط في اكس تعكس هديك نفس الامبيدنس. التيرمينال الوحيده اللي وقعت ان انا كان عندك جراوند، فالجراوند المفروض كمان كنت بتوصله بالفي اكس بس انت وصلته بالسورس، فانت طفيت على طول الايه الجي ام. فانت هنا بس على طول من الرسمه كده تعرف ان هو هيبقى مظبوط معاك، وده كده هتشوف واحد على الجي ام بس تبص على البلك. المفروض بقى كنت تحط في اكس المفروض، ولا يعني بص لو هنا حولناها اهو كده هيظهر لك ان ده كده الشكل بتاع البلك ان هو متوصل بالفي اكس. تمام، بس اكشلي هنا وانت بتحل انت موصل ده بالجراوند مش بالفي اكس، فده الاختلاف الوحيد ان انت ظهر لك بقى فولتج اللي هو ايه
بتاع الجي ام بي، فدي الحاجه الوحيده اللي مش بتظبط، لكن المفروض الباقي بيظبط عادي. تمام كده ماشي. ودي حوار مش مهم يعني، يعني مش مهم اوكي. تعالى كده نحل مسألة رقم 33. قال لك يا سيدي هات لي الانبوت امبيدنس دي. المفروض بقى الانبوت امبيدنس اللي احنا هنجيبها دلوقتي من غير ما نعمل اي سموث سيجنال موديل خالص. تمام؟ هنا طبعا انت عشان تعمل سموث سيجنال موديل ده كنت تحل تجيب الامبيدنس كنت اتليست هتاخد لك صفحه. لكن احنا هنجيبها بالنظر. اول حاجه انت لما تيجي تجيب الانبوت امبيدنس انت يهمك هتجيبها من انهي تيرمينال؟ فهو قال لك هات لي الانبوت امبيدنس من الاوتبوت امبيدنس من هنا. في اوت هنا هات لي هنا ايه؟ الاو اوت. اوكي؟ وانت بتجيب الاو اوت الفولتج انبوت هيبقى بايه؟ بجراوند. ففي انبوت بقى في بي مالكش دعوه حطه بجراوند على طول. فده كده على طول ايه؟ جراوند. ماشي. بص بقى يا سيدي انت هنا عندك او لوكم فروم ايه؟ درين. انت عندك الجيت اهو متوصل بالجراوند والسورس ده متوصل بالترانزستور اللي هو ليه برضه سيرتن امبيدنس متوصل للجراوند. صح؟ مفيش حاجه متوصله بالايه؟ بالفي اوت. فانت تقدر على طول تقول ايه؟ ان ده كده ار لوكينج فروم درين وريزيستنس هتبقى ايه؟ ممكن نعمل الابروكسيميشن على طول اللي هو جي ام لو ده 2 وده 1 جي ام 2 او نود 2 في هنا بقى سميها دي زد 2 عشان انت لسه ما تعرفش الامبيدنس اللي من هنا لهنا بكام. اوكي؟ فاحنا هنمشي من فوق لتحت. انا عارف ان الترانزستور ده هيعمل لي سام سورت اوف امبيدنس بس انا مش عارف الفاليو بتاعتها كام. فانا هسيبها ايه؟ انونيمس في زد واحد. تاني انا عملت ايه؟ انا جيت هنا بصيت قلت انا ببص من عند الدوين بس عشان اتاكد ان انا ببص من عند الدوين انا لازم اتاكد ان مفيش ولا واحد فيهم متوصل بالايه؟ بالفي اوت باي باس او عندي الشكل اللي هو المحكوم عندي. فانا لقيت ايه؟ اول حاجه الجيت متوصل للجراوند. اوكي اول حاجه الجيت متوصل للجراوند. تاني حاجه السورس متوصل بالترانزستور للجراوند والترانزستور ده هيبقى سام سورت اوف امبيدنس. صح؟ هيبقى ليه كده كده فاليو ريزيستنس، تو تيرمينالز ليهم سام سورت اوف ريزيستنس. فمش مهم، انا مهم عرفت ان انا اول لوكم فروم درين وريزيستنس انا اشوفها من هنا جي ام 2 او نود 2 زد 1. تاني حاجه بقى انزل اجيب زد 1. صح؟ تاني حاجه اجي من هنا اهو اجيب من هنا ايه؟ زد 1. اكن الترانزستور اللي فوق ده انا مش شايفه اساسا، هجيب الامبيدنس اللي انا اشوفها من التيرمينال دي للتيرمينال دي. الترانزستور من هنا لو انت بتبص عليه عامل لك ريزيستنس كام؟ او نود مديك او لوكينج فروم درين. ليه؟ انت عندك الجيت متوصل للجراوند والايه والسورس متوصل للجراوند. وانت عندك هنا لو حطيت الار اس والار دي بصفر، الار دي بصفر سوري هيديك هيديك كام بقى؟ تحط الار اس بصفر هيديك ايه؟ او نود على طول. صح؟ فالزد 1 دي ايكوال او نود 1. فعلى طول تقدر تشيل الزد 1 وتحط او نود 1 على طول من غير ما تعمل اي اناليسيز على طول. تمام كده؟ اتفضل يا باشا. جي ام بي ما جي ام اللي هي كاتبينها هنا بقى اللي هي تبقى جي ام بي ما احنا هنا كاتبين جي ام توتال وخلاص ماشي عادي جي ام بتاعت الاثنين جي ام توتال اثنين. اوكي
تمام كده. لو بقى بسام لك تنزيستو كده اسمه هوت ويل، بسام لك بس مش هيرسم لك يعني، بالك متوصل بالصوص ساعتها كانت هتبقى جيم بس. اوكي ماشي. هنا بقى زي ما شلنا الفولتج صوص انت هتشيل ايه؟ الكمان صوص صح؟ فانت عندك هنا الكمان صوص هيبقى ايه؟ اوبن سيركت صح؟ كأنه مش موجود اهو. ماشي. تاني حاجة الفي انبوت كمان بالجراوند، فالفي انبوت اهو تحطه ايه؟ الجراوند. ماشي. وهنا هيبقى الايه؟ او لوكينج فروم دوين ولا صوص؟ انيشالي ده او لوكينج فروم دوين، بس لازم تتأكد من اذر تو تيرمينال. التيرمينال دي متوصله للجراوند، التيرمينال دي انت شايف سام سورت اوف امبيدنس لحد الايه؟ الفي دي دي اللي هو اساسا هيبقى جراوند برضه عشان انت بتتكلم سمول سيجنال موديل صح؟ فانت بتشوف هنا زد 2 وليه لو ده واحد وده 2 ولا يبقى ليه سام سورت اوف امبيدنس تو جراوند صح؟ باشمهندس فده هيبقى برضه ليه سام سورت اوف امبيدنس للجراوند، فكده مظبوط. ده تقدر على طول تقول عليه ان هو او لوكينج فروم دوين صح؟ وتكتب على طول الامبيدنس بتاعته ان هي ايكوال جي ام توتال واحد او نود واحد في الزد اللي انت هتشوفه من هنا في الزد 2. تيجي بقى عند زد 2 اوكي. اول حاجه الفي دي دي ده بالجراوند والجيت عندك متوصل للجراوند وانت بتبص من السورس صح؟ فانت بتبص تيرمينال واحده مش متوصله بالفي اوتبوت، فالموضوع دايركت على طول ان انت او لوكينج فروم سورس صح؟ بتبص من السورس الجيت متوصل للجراوند والدرين متوصل للجراوند، فعلى طول تقدر تقول الجي زد 2 ايه؟ المفروض ار نود بلس ار دي يعني 1 بلس جي ام ايه؟ ار نود، بس الار دي بزيرو فعلى طول دي هقول ايه؟ 1 على الجي ام توتال. جي ام 1 توتال. وبدل هنا ما تكتب زد 2 خلاص اكتبها ايه؟ 1 على جي ام توتال. تمام كده؟ زمان بقى في الاول خالص انت كنت محتاج ان انت ايه؟ تاخد الدواير دي وتقعد ايه؟ تحط السمول سيجنال موديل بتاع ده والسمول سيجنال موديل بتاع ده وتحل بقى كي في ال وكي اس ال كتير جدا، لكن الموضوع هنا اسهل بكتير. تمام كده؟ حد عنده سؤال؟ اوكي. جي ام توتال ما ده اقول لكم فروم دوين. انا مش او نود، انا بجيب الار انبوت من هنا، الار اوتبوت من هنا سوري مش الار نود يعني. فانت عندك هنا او لوكينج فروم دوين، الجيت متوصل بالجراوند والسورس متوصل بريزيستنس تو جراوند صح؟ فده ايه نفس الكيس بتاعت ايه؟ او لوكينج فروم دوين، عشان التو تيرمينالز التانيين مش متوصلين بيك، دول متوصلين للجراوند. فعلى طول تقدر تقول ايه؟ جي ام توتال واحد في او نود واحد بتاعته في الامبيدنس بقى اللي انت هتشوفها من هنا. طب اللي انت هتشوفها من هنا ايه؟ قلنا ان هي اول لوكينج فروم سورس، فعلى طول تبقى ايه؟ 1 على الجي ام توتال. هنا بجيب الامبيدنس، بجيب الامبيدنس بس، الانبوت امبيدنس اللي انت شايفها من هنا، من التيرمينالز اللي انا مديها لك، مش بجيب جين خالص. زائد 1 على الجي ام دي سيريس، انت بتشوف من هنا وهتبقى الامبيدنس دي، انت هنا اول لوكينج فروم دوين صح؟ بس هنا الاول لوكينج فروم دوين يعني هنا انا مثلا ليه ما قلناش ان احنا بنقول دي سيريس مع دي؟ احنا في الاخر خالص احنا طلعنا اكسبريشن للترانزستور امبيدنس لما يكون سيريس مع الار اس وخلاص. ليه؟ عشان انت اساسا لما يكون في فولتج على الار اس انت بتغير في الفي جي اس. يعني فاهم؟ يعني ما ينفعش تقول مثلا ايه؟ ان الار اس ده هو امبيدنس بتاع الترانزستور ده سيريس مع الريزيستنس اللي هي الار اس. ليه؟ عشان لما انت تدخل انبوت من هنا الفي اكس الفي جي اس ده هيبقى عليه الفي اكس على طول. لكن هنا الانبوت ده هيبقى في اكس ماينس الفولتج دروب على الار اس. الترانزستور بيتاثر بالفولتج اللي عند السورس، فده كده الكونفجريشن ده ما ينفعش تقول ايكويفالنت دول سيريس مع بعض، لا ده غلط. بس. ماشي. ده اوكي.
تولز ماشي. احنا بقى ايه هنجيب ال ماشي احنا هنجيب الجين بتاع التلاتة توبولوجيز دي زي ما قلت لك لما بتقول على الكومن على الحاجه على التيرمينال مش متوصله لا هي بالانبوت ولا هي متوصله بالاوتبوت. فانت عندك هنا السورس لو هو متوصل بالانبوت ولا بالاوتبوت فده كده كومن سورس، وهنا الدرين لو هو متوصل بالانبوت ولا الاوتبوت، وهكذا على ايه على الكومن جيت. احنا بقى هنعمل ايه؟ هنعمل زي ما عملنا مع ريزيستنس بالظبط، هنجيب زي حاجه زي اللوك اب تيبل كده، اوكي؟ انت بقى تحفظه ان انت قبل الامتحان تحاول تثبته مع نفسك بصوره جوه الامتحان وات ايفر الايه المناسب ليك، بس احنا هنعرف الشورت سيركت دي. وبعد كده بقى انت حتى لو انت عندك حاجه زي ديفرنشال مش حاجه سنجل اندد بس برضه تستعين بالكلام ده. عشان برضه هناخد في الديفرنشاليتي ان احنا بنحول الديفرنشاليتي لسنجل اندد ونحل بيه حاجات زي كده. تمام. فالثلاثه توبولوجيز دول يبقوا ايه في دماغك على طول مع الايه مع الامبيدنسز دي. ماشي. اول حاجه اجيب الايه الجين بتاع ده، هعمل ايه؟ اجيب الجي اوت الاول، صح؟ انت في الاول وفي الاخر الامتحان بيقول لك ايه، هات الفي انبوت سوري الجين، هات الار انبوت والار اوتبوت. فانت لما بتجيب الار اوتبوت في الاول انت بتخلص اساسا الار اوتبوت وفي نفس الوقت بتجيب نص الجين. فانت احسن استراتيجي ليك في الامتحان انت تجيب ايه الار اوت، وخصوصا ان انت الماده دي الايدج فيها ان انت تحل بسرعه. كده كده اساسا الكلام ده سهل او عبيط يعني، بس ان انت تحل بسرعه هي دي ايه تبقى ليك ايدج كويسه يعني. فان انت اول حاجه تعمل ايه تجيب الار اوت. اجيب الار اوت ازاي؟ حط الفي انبوت باك جراوند، صح؟ الاقي ان انا هنا الار اوت اهو ار دي والار اس، وده كده الجيت للجراوند، وانت بتبص ايه؟ بتبص من هنا في اكس. تمام؟ اول حاجه الانبوت امبيدنس تبقى ايه؟ هتبقى الار دي اللي انت شايفها من فوق باولل مع الايه؟ او لوب مع الار داون، صح؟ سمي دي كده الار اب والار داون، وانت عندك الامبيدنس تبقى ار اب باولل مع الار داون. الار اب انت شايف الار درين، صح؟ فتبقى هي الار درين باولل. طب بقى الار داون او لوكينج فروم درين، صح؟ عشان انت بتبص من الدرين والجيت متوصل بالجراوند والسورس ريزيستنس تو جراوند. طب الار لوكينج فروم درين بقى الامبيدنس بتاعتها كانت ايه؟ كانت جي ام في الار اس او نوت، صح؟ فتبقى هنا بقى بارلل مع الايه؟ جي ام توتال ولا جي ام بس؟ توتال، صح؟ عشان انت هنا عندك البارك مش متوصل بالسورس، فهنا يبقى جي ام توتال في الار نوت في الار اس. تمام كده انت جبت الار اوت. تاني حاجه محتاج اعملها ايه بقى؟ الجي ام، صح؟ وانت بقى لما تجيب الجي ام هتحتاج تعمل ايه؟ سمول سيجنال موديل. ماشي. انا هعمل ايه؟ هفكس خالص بقى للار درين دي، انا كده كده هوصل النود دي للجراوند وامشي فيها اول شورت سيركت كارنت، هي بطلع فيها يعني اول شورت سيركت كارنت، وده كده الار نود وده كده ايه؟ الفي انبوت بتاعك. محتاج اعمل ايه بقى؟ اقسم السمول سيجنال موديل، صح؟ هبتدي من عند الترانزستور اقول ده السورس، ده كده الدرين، ده كده الجيت، الجيت متوصله بالايه؟ بالفي انبوت، ده كده الجيت، السورس متوصله بالريزستنس تو جراوند ار اس، الدرين متوصله بالار شورت سيركت وفي نفس الوقت بالار نود، متوصله بالجي ام في الفي جي اس، ومتوصله بالجي ام بي في الفي اس. اوكي؟ والار شورت سيركت لبابا.
وانت بقى اول ما يبقى انت عندك حاجه انت بتحلها بايدك، اي شورت سيركت سموث سيجنال موديل، وانت بتحله بايدك وعايز تجيب الايه الامبيدنس بتاعته كده، او مثلا تجيب الفولتج بتاعه وات ايفر، يعني بنعمل ايه؟ بعمل كل السمبليسيتيز اللي اقدر اعملها على الدايود. صح؟ في اول تبسيط انت ممكن تعمله الاي اس، صح؟ اه تعوض بالظبط عن الفي جي اس. فانت عندك الكارنت طالع كده اي شورت سيركت، فهو طالع لفوق كده اي شورت سيركت، صح؟ تيجي بقى ايه تعدل في الايه في المعادله دي، صح؟ فتقول ان هي تبقى ايه بقى جي ام في الفي جي اس اللي هو في انبوت ماينس ايه الفي اس اللي هو ايه نيجاتيف الاي شورت سيركت في الار اس. فهنا هتتحول للبلس اي شورت سيركت للار اس. ليه بلس مش نيجاتيف؟ عشان الايه الكرنت ايه طالع لفوق مش لتحت، فده كده هتحطه ببلس اي شورت سيركت ار اس. طب هنا بقى جي ام بي في الفي اس، والفي اس عندك بنيجاتيف الاي اس اي شورت سيركت ار اس، هتعمل ايه؟ هتقلبها لتحت، يبقى ده كده لتحت، وبدل ما جي ام بي في اس يبقى جي ام بي في نيجاتيف الفي اس اللي هو ايكوال ايه نيجاتيف اي شورت سيركت في الار اس، فيديك جي ام بي في الار شورت سيركت في الار اس. على طول ناقص لك ايه بقى؟ تاخد كي في ال من بره على طول هتخلص الموضوع كله. خد بقى الكي في ال كده، هيديك ان الزيرو ايكوال ار شورت سيركت في الار اس زائد الريزيستنس في الكرنت. انت عندك الكرنت ده داخل وده داخل وده داخل، يبقى كل الثلاثه كرنتس هيتجمعوا وهيضربوا في الار نوت، فيديك ده بلس الار نوت في الار شورت سيركت زائد جي ام في الفي انبوت زائد الار شورت سيركت في الار اس زائد جي ام بي في نفس الموضوع اللي هو ايه ار شورت سيركت في الار اس. اوكي ايكوال زيرو، عشان بعد كده جراوند متوصل بصفر. هات بقى الفي انبوت في ناحيه والار شورت سيركت في ناحيه، اديك الناحيه هنا بتاعت الفي انبوت نيجاتيف جي ام او نود في الفي انبوت ايكوال بقى الار شورت سيركت اللي هو هيبقى الار اس زائد جي ام توتال، عشان هي بقى الجمع عليك جي ام وجي ام بي وجي ام عاديه، جي ام توتال في الار اس بلس 1 في الار نود. تمام؟ انا هنا عملت ايه؟ انا بس فكيت الاكسبريشن ده وديت الفي انبوت الناحيه الثانيه والار شورت سيركت الناحيه الثانيه. تمام؟ اقسم بقى الار شورت سيركت على الفي انبوت هيديك ايه؟ هيديك يا زيدي ان الجي ام، تعالى بقى نكتبها باسود، هيديك ان هنا بقى الجي ام تبقى ايكوال اللي هو الاي شورت سيركت على الفي انبوت، فيبقى ايكوال نيجاتيف جي ام او نوت على 1 بلس لا الار اس بلس سوري ار اس زائد الار نود في اس زائد الار نود 1 بلس جي ام توتال في الار اس. والجي ام توتال دي غير الجي ام اللي فوق، الجي ام دي العاديه خالص بتاعت الفي جي اس، اللي تحت دي بتاعت الفي جي اس مجموع عليها ايه؟ الترانس كوندكتنس بتاعت الجيت سورس فولتج زائد الايه؟ البادي افكت. تمام؟ لو الار نوت كبيره قوي بقى الار نوت تنس تو انفينيتي او الجي ام الار نوت كبيره، هتقول ان ده تقريبا بقى جي ام على 1 بلس جي ام توتال في الار اس تقريبا. اوكي؟ تضرب التو اكسبريشنز دول في بعض هتجيب الايه؟ الجين. وتفرق بقى انت حاطط الار دي والار اس ايه؟ انت هتلاقي ان احنا كل اللي بنعمله ان احنا نغير الار دي والار اس بس. دي اول ايه؟ دي اول دايره اهي، ده كده الجي ام بتاعك. وده كده ايه؟ الار نود بتاعك. ماشي. هنا بقى تعالى اول حاجه اسهل حاجه نجيب الايه؟ الامبيدنس. انا عايز اخلص السكشن قبل ما اللاب يفصل. ماشي. اوكي. محتاج اجيب الامبيدنس، انا ببص من هنا صح؟ أول حاجة هرسم بس الدايرة كده من غير الفولتجز بتاعتها خالص، اوكي؟ فأقول إن ده كده وده كده الأر إس، وأنا مدخل من هنا في إكس، وده كده جراوند، وهنا إيه؟ أر دي تو جراوند. تمام؟ وأنا ببص من هنا أهو. اوكي؟ هعمل ايه؟ الكرنت هيدخل هيبقى عندك اب اب واب داون، صح؟ عندك ريزيستنس فوق اهو وعندك ريزيستنس تحت. اوكي؟ فيبقى عندك الاب اوت هي الاب اب بارلل مع الاب داون.
ماشي. الاوت داون انت شايف ايه؟ ريزيستنس تو جراوند او اس، صح؟ فالاوت داون دي على طول او اس. طب الاو اب بقى انت شايف ايه؟ او لوكينج فروم سورس، صح؟ فده انت هنا بقى شايف او لوكينج فروم سورس هيديك اللي هو الاو نود زائد الاو دي على 1 بلس جي ام او نود. او نود بالظبط كده، تمام. ليه؟ عشان انت بتبص من السورس الجيت متوصل للجراوند والاو دي متوصل ريزيستنس تو جراوند، فعلى طول بقى او نود بلس او دي على 1 بلس جي ام او نود اللي هي ايه؟ او لوكينج فروم سورس اللي هي هنا. اوكي. حد يا باشمهندسين مش مجمع؟ مش حاسس الناس هبطت؟ ان شاء الله من اول السكشن. حد مش مجمع حاجه؟ ها انا بمشي بسرعه شويه ولا ببطا؟ تمام. عشان سكشنين من دلوقتي هطير بقى، يعني الكلام ده هنبص على الدايره نحلها سطر واحد، فانا مش عايز ان انا فجاه الاقي نفسي دخلت مود سريع قوي. فكده اوكي ماشي. فخلاص قلت ايه؟ ان هنا الاوت بقت ايكوال او نود بلس او دي على 1 بلس جي ام او نود بارلل مع الار اس، تمام؟ ماشي. وانت طبعا بقى الدايره دي هتجي لك باشكال مختلفه، بس سيمبلي كل اللي هيلعب فيه ان هو يغير لك الار اس والايه؟ والار دي. والجي ام دي جي ام عادي ولا جي ام توتال؟ جي ام توتال. اوكي. ماشي. ناقص بقى تعمل ايه؟ ناقص ان انت تجيب الجي ام. تعمل بقى تجيب الجي ام ازاي؟ شورت سيركت وتحط في انبوت. يبقى انا اللي عامله ان انا احط هنا في انبوت بتاعي وارسم الدايره عادي، احط هنا ايه؟ شورت سيركت اهو. ده كده ايه؟ الاردوين، صح؟ ده كده السورس متوصل للجراوند. احط بقى السموت سيجنال موديل بتاعي اللي هو هيبقى ايه بقى؟ اسمه فين ده؟ تعالى نسمه هنا وخلاص بقى. ماشي. اللي هو السورس. اوكي. وهنا الجيت في اكس. بعد كده الدرين متوصل للريزيستنس تو جراوند. وده كده الار شورت سيركت. كده الار نود. فصل. ماشي. اوكي. مش مشكلة. المهم بقى ده كده ايه؟ ده كده السموث سيجنال موديل عندك. فانت عندك السورس متوصل للجراوند، صح؟ فانت هنا لو لقيت عوضت بالفي اس هتعوض بيها بزيرو، صح؟ فده ايه؟ بصح على طول بقى. مش موجودة خالص. بعد كده عندك ايه؟ الفي جي اس. تاني حاجة أنا بعمل كل الأبروكسيميشنز على الدايرة قبل ما أكتب إيكويشنز. اوكي. فانت عندك هنا الفي جي اس، فهي الفي انبوت اللي هي الفي جيت ماينس الفي سورس. السورس عندك بيك جراوند، يبقى ده على طول ممكن تقول ان هو ايكوال جي ام في الفي انبوت. اوكي. بعد كده بقى ها في ابروكسيميشن ناقص كنا بنعمل ايه؟ كي سي ال على الدايره. ارسم الاي شورت سيركت، صح؟ بالظبط. اي شورت سيركت. اوكي. والاي شورت سيركت هتبقى طالعه كده من الار دي، اي شورت سيركت. وفي نفس الوقت هتبقى الاي شورت سيركت من ماينس منها ده هو اللي هيمشي في الار نود. فانت تكتب بقى الكارنت بتاع الار نود اللي هو ايه؟ اي شورت سيركت ماينس الجي ام في الفي انبوت. يبقى بقى ظهر لك من بره كي في ال فيها الفي انبوت والاي اس. تاني حاجه اتفضل. هو عادي. انت هنا عايز تعرف انت بتعمل ايه؟ انت بتيجي عند التيرمينال ده كده يا سيدي، مثلا هنا قول الاوتبوت بتاعك اوتبوت. اوكي. بتقول ان انت التيرمينال دي هتوصلها بالجراوند وتمشي فيها اي شورت سيركت وبس، على اساسها بتحدد الدايركشن بس. فمتوصله بقى بالسورس، متوصله بالجراوند، مالكش دعوه. تحط شورت سيركت وتمشي فيها الكارنت طالع ايه للجراوند بتاعك. فده اللي حصل. هي متوصله بالفي اوت، حطيت هنا ايه؟ شورت سيركت اهو، ومشيت فيها كارنت. فبقى ايه شكلها؟ عامل كده سورس وطالع منه كارنت لحد الجراوند وقسمته هنا كمان. انا كل الكلام ده بعمله ليه؟ كل الابروكسيميشن دي عشان في الاخر خالص يبقى عندي كي في ال واحده فيها الاي شورت سيركت والفي انبوت اللي انا عايز اجيبهم.
لكن مثلا ما تجيبليش هنا ايه تقعد تعمل ابروكسيميشن ويطلع لك هنا الكارنت مثلا مره اي اس ومره في اي اللي انت اساسا حاجه انت ناسيها فاريبل انت حاطه ومره اي شورت سيركت. لا انت تحط من بره تيجي عند الكي في ال اللي انت هتستخدمها كل الفاريبلز اللي فيها يا اما حاجه من الدايره ريزيستنس او دي او نود او جي ام يا اما حاجه في يا اما الانبوت بتاعك يا اما الاوتبوت بتاعك اللي انت عايز تجيب ما بينهم ريليشن. اي بقى حاجه انت تقعد تعملها كده انت كده بتحيط وفي الاخر خلاص تقعد تكتب كي في الز كتير قوي مش هتوصل. تمام؟ فهنا ايه الكي في ال عندك على طول هتعمل هنا بقى خدتها اتجاهها مع الار شورت سيركت فتلاقي ان انت عندك زيرو ايكوال ار شورت سيركت في الار دي زائد الار نود في ايه؟ في الار شورت سيركت ماينس الجي ام في الفي انبوت وهنا اساسا ايه؟ شورت سيركت. وادي الجي ام في الناحيه الثانيه والار شورت سيركت في الناحيه الثانيه يديك الجي ام ار نود في انبوت ايكوال الار شورت سيركت في الار دي زائد الار نود صح؟ جي ام في الفي انبوت في الار نود ماشي يبقى كده ساعتها بقى الار شورت سيركت ودي ده على ده يديك ان الجي ام هي ايكوال الجي ام ار نود على الار درين زائد الار نود. تمام؟ لو انت عندك بقى الار درين دي صغيره وعندك الار نود اكبر بكتير من الار درين ده تبقى الكيس هيطلع لك ان الجي ام تقريبا ايكوال الجي ام عندك. تمام؟ اوكي؟ انت عندك الكارنت بيحصل له ديفيجن عشان الار نود بس انت عندك بقى لو الار نود دي كبيره قوي ساعتها خلاص انت تقول ان الجي ام هي نفسها الجي ام بتاعتك. تمام كده؟ ماشي. ده كده بقى ايه الثلاث حاجات اللي احنا ايه هيبقوا مش هتحفظوهم في الاخر يعني بس هو يبقى حاطينهم في دماغك. اوكي؟ يعني انا لحد دلوقتي مثلا بس زمان كنت عارفهم يعني لحد دلوقتي اللي عارفه ايه؟ ان الكونفجريشن ده هيديني الجي ام مش عارف الابروكسيميشن ده انا حتى ما اثبتوش عندي يعني. هنا مثلا عارف ايه؟ عارف ان ده على طول هيديني جي ام على 1 بلس جي ام او اس بس لو عايز لو في الامتحان بقى عايز حاجه ده عشان انا مثلا مش همتحن يعني بس انت لو هتمتحن وعايز حاجه فيها الار نود وكده لا هتعرف الاكسبريشن الكبير. هنا مثلا عارف ان هو بيديني جي ام فين؟ بس هم دول يعني. هنا مثلا لسه هنجيبه هتعرف ان هو بيديني جي ام بس بقى لو انت هتمتحن برضه او كده محتاج ان انت توصل ابروكسيميشن للاخر. تمام؟ حسب هتلاقي في الشيت كاتب لك لامدا ايكوال صفر او لامدا مش ايكوال زيرو بس اللي اعرفه اللي انا يعني عهدته امتحانات دكتور ايمن سهله جدا هو سهل ممتنع يجيب لك حاجه مش بيحب اساسا تشوف ايكويشنز كتيره على طول انت تحلها بالنظر كده بس مش شرط انها تكون ستريت فورد خالص. اوكي؟ يعني لو انت حسيت في الامتحان ان انت بتكتب ايكويشنز كبيره اعرف ان انت ماشي غلط وش فاهم؟ امسح اللي بتعمله. ماشي. هنا بقى الامبيدنس الاوتبوت امبيدنس دي سهله جدا. الاوتبوت امبيدنس هتحط الانبوت بجراوند فده كده جراوند ده كده جراوند وده كده اوت درين وانت بتبص من هنا فعلى طول انت شايف او نود بارلل مع الاوت درين صح عشان هنا او لوكينج فروم درين وانت عندك الايه الاوت سورس بصفر صح فديك على طول هنا او نود بارلل مع الاوت درين. طب الجي ام بقى الجي ام لا تبتدي ترسم صح هنا هتحط شورت سيركت ومن هنا حاطط الفي انبوت فتبتدي ترسمها بقى هنا السورس هنا الجيت ده هو متوصل للجراوند هنا الدرين عندك متوصل للجراوند وماشي فيه ار شورت سيركت وهنا عندك الفي انبوت ماشي وهنا يبقى عندك جي ام توتال في الفي جي اس وهنا جي ام بي في الفي اس صح؟ اول حاجه هنعملها ايه هسمبليفاي الكرنتس اللي موجود عندي صح فانت عندك هنا جي ام بي في الفي جي اس فالفولتج جيت بزيرو والسورس في انبوت صح فده على طول يديك ان هو جي ام توتال في الفي جيت اللي هو بصفر الجيت متوصل للجراوند اهو بزيرو ماينس الفي سورس المتوصل بالفي انبوت ماينس في انبوت هنا جي ام صح مفيش توتال مظبوط. اوكي؟ وهنا جي ام بي يبقى هنا جي ام بي في الفي اس على طول والكاونت الفوق اهو. هتكتشف ايه بقى؟ ان ده اساسا هيبقى ايكوال نيجاتيف جي ام في الفي انبوت اوكي؟ فوق بالنيجاتيف الكاونت ده هيتعكس هيبقى نفس ايه؟ الاتجاه اللي جنبيه.
فانت ممكن تجمع الجي امات على طول. فبدل ما تكتب كده بقى لا يمسح بقى الكلام ده ولا اعطوني انت عندك كمان سورس هنا طبعا في او نود اللي هو جي ام توتال في الفي ام. اوكي محتاج تعمل ايه بقى؟ تجيب الكرنت اللي في الايه في الاو نود ان تيرمز وفي الفي انبوت او الاي شورت سيركت. فتلاقي ان ده اي شورت سيركت، فتلاقي ان الكرنت اللي ماشي هنا يبقى الاي شورت سيركت ماينس الجي ام توتال في الفي انبوت. خد بقى كي في ال من بره هيديك ان الفي انبوت ايكوال الاو نود في الاي شورت سيركت ماينس الجي ام توتال في الفي انبوت بس ايكوال صفر. وادي ده الناحيه الثانيه وده الناحيه الثانيه، نديك ان الفي انبوت 1 بلس جي ام او نود ايكوال او نود او شورت سيركت. ودي ده هنا وده هنا عشان تجيب الاي شورت سيركت على الفي انبوت، اديك ان الاي شورت سيركت على الفي انبوت ايكوال 1 بلس جي ام او نود على الاو نود، يعني ايكوال 1 على الاو نود بلس الجي ام، دي ايكوال الجي ام بتاعتك. اوكي طبعا بقى لو الاو نود بانفينيتي الواحد على الانفينيتي ده بصفر فيديك الجي ام على طول، فده برضه يديك ايه؟ تقريبا جي ام. فده كده يديك او نود بارلل مع الاو دي والجي ام بتاعته هتبقى ايكوال واحد على الاو نود بلس الجي ام. اوكي طبعا بقى الجين بتاعت اي حاجه من دول هي مضروب الاثنين في بعض، احنا بنجيب ده لوحده وده لوحده بس في الاخر خلاص مضروب الاثنين في بعض. ماشي انا اشحن بقى الكمبيوتر عشان نحل. اوكي هو هنا مفيش اي سوكت تقريبا او في اللي هناك بقى صح؟ اوكي لو ده شغال كده خلاص. لا ما على طول هنا بقى صح؟ انت بتتكلم عن ايه؟ مش عارف ممكن في نص السكشن اللي جاي مش عارف الصراحه. نعم؟ هنكمل باقي الشيت المفروض يعني. مش عارف انتوا عايزين نحل كله؟ خلاص مش هحل كله وليك بونص. بأكل أخوك و... ده أنا...
بس وانا اساسا والله يعني انا قلت ان انا اتك شويه، وانا المفروض اساسا ان انا الشيت ده يعني انا عارف ان انت اساسا خدته جيم او نود المفروض، وانا كنت هدخل معاك اول سيكشن هحل الثلاث اربع مسائل ده الطبيعي، والسيكشن اللي بعدها ادخل معاك في الفيدباك. بس انا عشان بقيت بشوف مصايب في السيكشن في السنه الرابعه فمش ناقصه، فلو حد فيكم هيبقى رايح الكترونكس هظلمه يعني، اللي هو ممكن يفكر دلوقتي يدخل الكترونكس يعني ببتدي معاه ايه من تحت شويه مفروض. ولا انا جيت معاكو انا حاسس ان انا ابتديت من بيزكس خالص صح؟ كان ناقص بعد كده انزل الكي في ال وكي سي ال، فايه قلت اكسب فيكم ثواب يعني. لكن المفروض اه ان انا عارف ان انتوا خدتوا جيم ونود والكلام ده كله عبيط بالنسبه لكم، بس مش ناقصه يعني. لا انت تشيله ده. ماشي. وانا محتاج ان انا اخلي دول ولا انتوا عارفينه؟ لا خليهم. خليهم؟ اصل انا كده اكتب فين بقى؟ مش عارف. ما هو كله قوانين يا عم. انا مسحت دي حتى. يونا الجيم. بص هو 28 ده هتلاقي اساسا السؤال الثاني، بس هو عشان في ريفرنس واحنا خدناه شوت شوت كات يعني فتلاقي ان هو 28. ماشي. الجين ده بقى يبقى ايه؟ انا عايز انا دلوقتي مش هكتب اي ايكويشنز، اي حاجه احنا هنحلها بالنظر على طول، فمحتاج اول حاجه اجيب الجي ام. جي ام هنا ايه بقى؟ جي ام 1 هو ده اساسا التوبولوجي، ده كومن ويت. انت هنا عندك الفي اوت هنا كومن سورس صح؟ عشان السورس هي الوحيده الكومن مش متوصله بالانبوت ولا بالاوت، فانت عندك هنا في الكومن سورس كان فين؟ اه ده كده كومن سورس. جي ام كانت نيجاتيف جي ام نود على او اس مش عارف ايه وحاجات كده رخمه قوي، فانت هنا عندك الحاجه الوحيده الكويسه ان انت هتحط الاو اس بكام؟ بزيرو. فانت هنا لو حطيت الاو اس بزيرو الترم ده هيتشال، والترم ده هيتشال يديك من تحت ار نود، والجي ام ار نود هتتقسم على جي ام نود يديك جي ام صح؟ او ممكن تبص لها من هنا الاو اس بزيرو فيديك جي ام على هنا غلط بقى. هنا جي ام ار نود اوكي؟ جي ام توتال. لا استنى استنى بس. اه لا عشان الترم ده كله هيتشال فهيديك جي ام صح؟ فهنا بقى هيبقى ايه؟ هيديك نيجاتيف جي ام. طب الاو اوت؟ هتقسمها او اب واو داون صح؟ فانت هنا عندك ايه؟ او اب اهو. استنى بس يا عم واو داون. فانت هنا عندك او داون بارلل مع الاو اب. الاو داون دي ايه؟ انت هتحط البي انبوت بجراوند، فلما تجيب الاو انبوت بقى خلي بالك ده كده ايه؟ جراوندد. فمن تحت انت شايف ايه؟ او لوكينج فروم دوين صح؟ عشان السورس متوصل للجراوند والجيت متوصل للجراوند والدوين بس انت اللي متوصل بيه، فيبقى هنا ايه؟ او لوكينج فروم دوين. طب الاو لوكينج فروم دوين كانت ايه؟ او نود بلس او اس بلس جي ام او اس في او نود. انت عندك هنا الاو اس بزيرو يديك ايه؟ او نود صح؟ فانت هنا بقى لو الاو اس بزيرو ده المفروض او نود بلس او اس بلس جي ام او نود في الاو اس، لما يبقى عندك الاو اس بزيرو ده يتشال وده يتشال يديك ان الاو داون او اس سوري او نود بارلل مع الاو اب بقى. تعالى نرسمها لوحدها كده ونشوف الاو ده كده اهو، ده شبه اللي احنا كنا بنقول عليه ايه؟ دايت كونكتد ايه؟ كونفجريشن صح؟ فبدل ما انت تدخل بقى من التو تيرمينالز اللي هو الجيت والدرين، لا انت تعكس وتقول ان هو الشكل بتاعك اساسا هنا الجراوند اهو وانت بتشوف الامبيدنس اللي من هنا صح؟ فانت المفروض هتشوف من هنا ايه؟ اه لوكم فروم ايه؟ سورس صح؟
وعندك الار اس عندك الاردوين بي زيرو، فالمفروض انت كنت هتشوف هنا واحد على جي ام توتال، بس بقى في اختلاف صغير. ايه كلام البلك؟ انت عندك هنا البلك اهو ده كده بيتوصل تو ايه؟ تو في دي دي. فانت عندك الجي ام بي بزيرو صح، او حتى الفي بي بقى المضروب فيها بزيرو، فبدل ما جي ام توتال لا ده انت هنا هتكتب واحد على الجي ام بس، وبالنظر على طول جبت ايه الجيم بتاعك. تاني انت لو كنت بقى عملت عادي بقى الايكويشنز بتاعتك كنت هتوصل في الجيم ده في ساعه مثلا. اوكي ماشي. رقم بي بقى ثانية واحدة. ماشي الجين ده بقى هجيبه ازاي؟ زي ما عملنا بالظبط هجيب الايه جي ام وايه والاو اوت. فاول حاجه هبتدي من عند الجي ام، الجي ام ده بتاع ترانزستور ايه او لوكينج فروم سوري ده كومن سورس صح، عشان هنا عندك الفي انبوت متوصل بالجيت والدرين متوصل بالفي اوت والسورس هنا مش متوصل زي ده بالظبط. فديك الجي ام بتاع ده هو الجي ام بتاع ده جي ام 1 ايكوال نيجاتيف جي. طب بقى بالنسبه للاو اوت قبل ما تبص حط بس الايه في انبوت هنا بجراوند عشان ما تتلخبطش وانت هتبص من هنا. اوكي عندك ايه بقى يا سيدي؟ عندك اول حاجه ريزيستنس تحت اب داون بارلل مع او اب صح، عندك ريزيستنس شايفها من تحت وعندك شايفها ايه او اب. بعد كده انت عندك حاجه ثانيه ان الار اب اساسا تو ريزيستنس ان بارلل صح، عشان عندك تو باسز تو جراوند، فعندك في ريزيستنس ار اب 1 وعندك ريزيستنس ثانية ار اب ايه؟ 2. فلما تيجي تتكلم بقى يبقى عندك ار داون بارلل مع الار اب 1 بارلل مع الار ايه؟ الار اب 2. الار داون انت ايه؟ ار لوكينج فروم ايه؟ دوين صح؟ الجيت متوصل للجراوند والسورس متوصل للجراوند، فده ايه؟ ار لوكينج فروم دوين، الار اس بتاعتك بزيرو، فانت من هنا هتشوف ايه؟ ار نود. سمي ده 1 2 3 وهنا جي ام 1. ار نود ايه؟ 1 بارلل مع الار اب بقى، تعالى من هنا بقى. الفي بي الفي بي ده هتحطه ايه؟ جراوند صح؟ عشان ده ايه؟ فولتج، انت مش دي سي فولتج مش هو الانبوت، فانت حطيته بالجراوند. والفي دي دي جراوند. وانت هنا ده بي موس، انت شايف منين؟ من الدرين صح؟ والسورس عندك السورس بالجراوند والجيت متوصل للجراوند، فده اقول لكم ايه؟ فروم درين. الريزستنس ساعتها هيديك ايه؟ الار اس بزيرو، فهيديك برضه ده ار نود، فده بارلل مع ار نود 2. بارلل مع الترانزستور ده يديك ايه بقى؟ واحد على الجي ام. بس بقى في ان احنا نسيناها، لما بقول لك هنا واحد على الجي ام يبقى في اول نود بارلل معاه صح، فهنا احنا نسينا نحط بارلل مع الاول نود، وهنا برضه نسينا اقول ان هو بارلل مع الاول نود بتاع الديفايس اللي هو الجي ام ده صح. عشان انت هتلاقي ان الجي ام عندك هتلاقي ان هو اساسا في الاصل انت ممكن تحولها بارلل مع الاول نود. اوكي لو انت هنا حطيت الار دي بصفر هيديك ان هو او نود على 1 بلس جي ام توتال او نود صح. لو انت حاطط هنا سوري لو انت حاطط هنا الدرين بي زيرو صح، اقسم بقى في واحد على الجي ام هيديك او نود في واحد على الجي ام توتال في واحد على جي ام توتال بلس الاو نود، فاكن انت هنا ده كده ايكوال الاو نود بارلل مع واحد على جي ام توتال. اوكي فانت لما تحط الدرين بصفر يديك الاكسبريشن ده، ده اكشلي الاو نود بارلل مع الجي ام واحد على الجي ام توتال. فدي احنا كنا هنا اهملناها هنا، هنا الجي ام توتال بارلل مع الاو نود، وهنا تحط المفروض الايه او نود بتاعت الجي ام ده تمام. وعندك هنا بقى الار اب 2 هيبقى ايه؟ واحد على الجي ام، واحد على الجي ام توتال ولا واحد على الجي ام بس؟ واحد على الجي ام بس بارلل مع الاو نود 3 بس كده. اوكي نعم بص هو ال بيموس طيب ماشي، البلك بتاعه متوصل تو في دي دي، والان موس البلك بتاعه متوصل للجراوند تمام.
ثانية واحدة. ماشي اخي بقى مسألة نحلها مع بعض. بص يا سيدي، هي المفروض ده الاكسبشن الاصلي او نود بلس او دي على واحد بلس جي ام توتال او نود، صح؟ فالمفروض ان انت ده نفس الاكسبشن بس الاو دي بصفر، فلما تحط الاو دي بصفر هيديك او نود على 1 بلس جي ام تي او نود، مش الواحد على جي ام، صح؟ طب ده اكسبشن ايكويفالنت لايه؟ قلت لك اقسم على جي ام توتال فوق وتحت، هيديك هنا واحد على جي ام توتال في او نود، وهنا واحد على جي ام توتال بلس الاو نود، فده حرفيا الاكسبشن بتاع واحد على جي ام توتال بارلل مع الاو نود. بس فانا بقى قلت لك ايه؟ هنا بقى اكشلي بيديك واحد على جي ام توتال بارلل مع الاو نود. ماشي. شو نسين نكمل ساعة كمان فنخلص باقي الشيت، ولا المرة اللي جاية ناخد نص سيكشن ونص سيكشن؟ ماشي اوكي، بنحل بقى حاجة بسيطة. تعال نمسح بقى دي. وانا نسيت هي رقم كام الصح، رقم اف باين. ماشي، وهنا ده سميه اوف دي. اوكي ماشي، انا بقى عايز اجيب الايه الجيم بتاع الشكل ده. اوكي اول حاجه انا محتاج اجيب الجي ام، صح؟ فاقول ايه ان الجي ام احط من هنا كده شورت سيركت، اقول ان ده ايه كومن سورس، فالجي ام على طول ايكوال نيجاتيف الجي ام. تاني حاجه محتاج اجيبها ايه بقى؟ الاب اوت. اوكي ماشي، بقول ايه بقى؟ ان الفي انبوت ده كده خلاص، هحط عشان اجيب الاوت ده كده جراوندد، تمام؟ واشوف الايه؟ الفي انبوت من هنا، صح؟ هقول ان حصل حاجه ان الكرنت عندي هيتفرع، فعندك اب اب واو داون، يبقى عندك اب داون بارلل مع الاب اب. الاو داون سهله. الاو داون سهله ليه؟ انت اول لوكينج فروم دوين وعندك الجيت والسورس متوصلين للجراوند، هديك ايه؟ او نود 1. الاو اب بقى حد يقول لي ازاي اجيبها، وهدي له بونص. بس مش هديله بونص، يعني هديله بونص لو في بروجكت وهو ناقص ازوده. نعم؟ هتحط في اكس، حد يقدر يجيبها من الشورت سيركت على طول؟ انا بقى عايز اجيب الاو اب، انا جبت دلوقتي الاو داون اه وجبته على طول ايكوال او نود 1، حد عارف الريزيستنس دي بالشورت كات على طول كام؟ بالظبط بونص يعني. خلاص انا هعمله ايه؟ هاخد دي لوحدها وابص من فوق، صح؟ هيبقى ايه؟ هيبقى ده كده الشكل. او دوين وانت ايه بتبص كده من فوق، صح؟ فده يديك شكل ايه؟ او لوكينج فروم ايه؟ او لوكينج فروم سورس. بس في اختلاف ان في او دوين، فانت عندك او لوكينج فروم سورس، او دوين يديك او نو بلس او دي على واحد بلس جي ام توتال ايه؟ او دي. بس في اختلاف هنا بقى، هنا المفروض يديك او نو بلس او دي على 1 بلس جي ام توتال او دي. الاختلاف هنا في البالك، البالك هنا مش متوصل ايه؟ بيك اه، يبقى هنا جي ام تي يبقى جي ام، يبقى هنا بقى الاب اب هتبقى ايه؟ او نو بلس او دي على 1 بلس جي ام او نو. بس كده ماشي خلصنا كده. حد بقى يا باشمهندسين عنده اي سؤال؟ ايه؟ هو ماجد قال لي كم مره تفصل. طب حد عنده اي سؤال بقى في اي حاجه عدت؟ ها؟ محدش عنده اي حاجه؟ ممكن لو ساعة بالظبط، بس ساعة كمان ساعة.
هو انت ممكن احنا في انا في واحد زميلي كان هو بيصور كان بيجيب معاه كاميرا زياده بطاريه زياده بطاريه زياده للكاميرا في النص كده راح ايه مقلب بطاريه. هي ممكن تكمل ساعه يعني او ساعه بس مش خلاص بقى مش مشكله. اوكي المره الجايه ان شاء الله نكمل باقي الشيت. ولو حد فيكم عنده اي سؤال دلوقتي يقوله لي. حد عنده اي سؤال؟ ماشي تمام كده.